وإني لأرجو من رب البيت أن يمتعك بهم ويمد في عمرك. لا بأس يا هالة. ماذا ستحدثيني عن أمينة وعبد الله؟ أما عبد الله فأنت تعرف رقية ابنة نوفل صديقتي، أحبها وتحبني، وهي تعتكف في دارها منذ مدة ولا تخرج إلا لبعض شأنها، لكنها حينما تخرج يلفها الحزن وتطفر الدمعة من عينيها. ما شأنها يا هالة؟ إنهم أهل بيت كرام، وأخوها ورقة فتى يتألى، يحب الحق ويفعل الخير، وأنا أحب أهل هذا البيت، فما لها رقية ابنة نوفل الأسدية؟ أوقفتها وكلمتها وسألتها عن سبب حزنها، وما زلت بها حتى حدثتني. أثرت فضولي يا هالة، هاتي كلميني. ما رأيت أحدا أكثر سعادة في قريش من رقية. عندما أتى الفداء بعبد الله كنت أراها وهي تطوف البيت وتمسك بأستار الكعبة، وعندما أتت البشارة أطلقت زغرودة ترددت أصداؤها في مكة وشعابها، وزغردت لزغرودتها نساء مكة. أكانت ترغب بعبد الله؟ سأزوجها عبد الله، وما له لتنتظر؟ نحن سادة مكة، ومن منا لا يتزوج أكثر من مرة؟ وقد يربع ويخمس ويسدس، ومن كان ميسور الحال قد يعشر كما فعل مسعود الثقفي، فلما هي حزينة؟ إنها تعرف ذلك، ولكنها رغبت عن زواج عبد الله. وهل كلمها في ذلك؟ بلى، ورفضت. هاتي يا هالة، إن عندك لخبرا. قالت لي رقية: رأيت عبد الله خارجا من الحرم وبين عينيه شعلة من نور كأنها غرة الفرس، فدعوته إلى نفسي وطلبت إليه الزواج مني، فرفض وبنى بآمنة بنت وهب. ثم بعد حين عاد وسألني: يا رقية، ألك في الزواج؟ فأجبت: بلا، لقد ذهب النور الذي بين عينيك، أخذته آمنة، وأنا ما عاد لي شأن بك. والله إنه لخبر. ماذا رأت في غرة عبد الله؟ وأي شيء أملته من الزواج به؟ لست أدري يا عبد المطلب، إنما قالته أمر جلل غمغمت به لم أفهم منه شيئا. حدثتني عن أمر عظيم سيحدث وكانت تبكي. نشدتك الله يا هالة، عوديها وقفي على خبرها وأخبريني. وماذا عن حمل آمنة؟ قالت لي آمنة إنها لا تعجب. تعجب بماذا؟ قالت لي: تقول النساء إن الحمل يضنيهن ويتعبهن، منهن من تنوء به ولا تستطيع حراكا، ومنهن من تقيء وتتوحم، أما هي فلا، لم يأتها ما يأتي النساء في الحمل، بل إنها تشعر بنفسها خفيفة. هكذا يا هالة؟ بل إنها حدثتني بأنها تشعر بنفسها هنية بحملها، وكأن يدا خفية ترعاها. اكتمي يا هالة، اكتمي، سيكون لبني هذا شأن عظيم. هذا هو التاجر المكي يا مولاي. لك السلام أيها الملك. أتعرف لما أرسلت إليك؟ قل أيها الملك. أحد من قومك دنس كنيستي، وهذا أمر عظيم عندنا، أريده الآن. ثم أتقبلون بذلك؟ لا أيها الملك، إننا لا نقبل. في البشر أن يعبدوا ما شاءوا، ليس ذلك لنا ولا لغيرنا، وما هو إلا فتى أحمق ارتكب هذا الفعل المنكر وفر إلى دياره. فر إذن؟ كنتم تعرفون ما فعل وتركتموه يفر. أيها الملك، إن كنت تريده فابعث في إثره، إن أهلي قوم كرام
وهم سادة مكة، والبيت الحرام ما هو قلوب العرب ومحجهم، ولا يقبلون أن يدنس قليسك هذا، ولسوف يبعثون به إليك. ثم ماذا تجدون في بيتكم هذا الذي تعظمونه وهو بيت للأوثان؟ إنه بيت أبينا إبراهيم، إنه البيت الحرام المعظم لدى العرب كلهم، وإن أقصى أماني الواحد منهم أن يزوره ويحج إليه ولو مرة في العمر، فيطوف به ويقدم إليه الذبائح والنذور. إنه البيت الحرام، الكعبة أجل من أن يسأل عنها، ما رامها جبار إلا وخصمت، ولا ملك إلا هدمت، ولا عاث أو فاجر إلا حطمت. إنها قدس أقداس العرب. ألم أفتح بلادي لتجارتكم؟ ألم أسمح لكم بالذهاب والمجيء بغافلكم آمنين؟ فأيأتي أحدكم ويدنس كنيستي فهذا أمر عظيم، لن أتركه يمضي هكذا. ثم ما هذا التعظيم لأوثان لا تضر ولا تنفع؟ أما تأتون إلى كنيسة القليس وتصرفون حجكم إليها؟ فاليمن متجر لكم وفيها قبائلكم، ومنتهى ما تطلبون من الرزق والبيع والشراء والربح. أيها الملك، لن تقبل العرب بديلا عن الحرم والكعبة ولو فنوا عن آخرهم. هيئوا الجيش. أمر مولاي. مرحبا بصديقي الحمياري على الرحب والسعة. أهلا بصديقي عبد المطلب. ما أخبار الحبش في أرض اليمن؟ صاروا هم الملوك ونحن الأتباع، لهم خير اليمن وأرزاقها، هم الجند وقادة الجند، إن نحن إلا ملحقون بهم. غمة نرجو من رب الكعبة أن تزول. لكل أجل كتاب، فقد حدثنا أجدادنا أن نصر بن ربيعة وهو من ملوك التبابعة رأى رؤيا فضع بها وأفزعته الفزع كله، فذهب إلى العرافين شق وسطيح كل بمفرده، وقال لسطيح: إني رأيت رؤيا، فهل لك أن تؤولها لي؟ ولم يحدثه بها. فقال سطيح، أو هكذا قالوا: رأيت أيها الملك حممة خرجت من ظلمة، فوقعت بأرض تهمة، فأكلت منها كل ذات جمجمة. يا لها من رؤيا. فقال الملك: ما أخطأت منها شيئا، فما عندك يا سطيح في تأويلها؟ قال سطيح: أحلف بما بين الحرتين من حنش، لتهبطن أرضكم الحبش، فليملكن ما بين أبينا وجرش. قال: وأبيك يا سطيح، إن هذا لفائض لنا مفزع، أهو كائن في زماني هذا أم بعده؟ قال: بل بعد حين، أكثر من 60 أو 70 يمضين من السنين. قال الملك: أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع؟ قال: لا، بل ينقطع بعد 70 من السنين، ثم يقتلون ويخرجون منها هاربين. قال: من يليهم من قتلهم وإخراجهم؟ قال: إرم بن ذي يزن يخرج عليهم من عدن، فلا يترك أحدا منهم باليمن. قال: أيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال: لا، بل ينقطع. قال: ومن يقطعه؟ قال: نبي زكي يأتيه الوحي من قبل العلي. قال: وممن هذا النبي؟ قال: رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنان، يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. إنها لرؤيا، نبي يخرج من ولد غالب بن فهر. من قومك يا عبد المطلب. غمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغرى، في اللوح واسم محمد طغرى.